يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة طبعا عندنا أخبار كتير جدا عن النادي الأهلي، لكن خلينا نبتدي بالحدث الأهم اللي كان النهاردة، وهو أن مجلس إدارة النادي الأهلي بيواصل تحركه ضد كل متجاوز في حق النادي الأهلي. كان في النهاردة تحرك رسمي ومكثف في 6 جهات مختلفة، بداية من رئيس مجلس الوزراء. اتقدم النادي الأهلي بمذكرة رسمية بيشتكي فيها تجاوزات رئيس نادي الزمالك المتكررة عبر وسائل الإعلام في حق النادي الأهلي قياداته وجماهيره كمان. وكمان كان في مذكره رسميه تانية لرئيس مجلس النواب طالب خلالها النادي الاهلي بالموافقه على خضوع رئيس نادي الزمالك للتحقيق وفقا للقانون في البلاغات المقدمه ضده. كمان طالب النادي الاهلي وزير الرياضه بضروره محاسبه رئيس نادي الزمالك في التجاوزات المتكرره، وكمان طلب النادي الاهلي من لجنه القيم في اتحاد الكره ولجنه الاولمبيه كمان ان هم يحققوا مع رئيس نادي الزمالك ويتخذوا اللازم. كمان طلب مجلس اداره النادي الاهلي من المجلس الاعلى للاعلام انه يحجب الحساب الخاص برئيس نادي الزمالك على اليوتيوب لانه منصه للسب والقذف. طبعا هقول لكم بالتفاصيل كل التحركات اللي حصلت دي والمذكرات اللي تقدم بها النادي الاهلي النهارده، واحنا في انتظار برضو تحرك الدوله ومؤسستها للرد على كل التجاوزات دي.